اهو دلوقتي تمام زي الفل قوي. ابي على طول يا رحمه كده، تابعيني على طول يعني ماشي. دلوقتي انا هبتدي اعمل شير سكرين اهو، ثواني لحظه. انتوا كده شايفين؟ تمام، شايفين. تمام. ده ملخص مثلا زي مصنع او حاجه زي كده، ان هم دي الداتا اللي طالعه من عندهم. الداتا دي كام؟ حوالي 500 يعني سطر او 500 رو. الفكره ان الداتا دي لو انت تيجي تبص لها كده، هتلاقي مثلا في حاجه اسمها رقم الفاتوره، رقم البياع، اسم المنتج، مخزن المنتج، يعني وسعر المنتج قد ايه، والقطع قد ايه، وقيمه الفاتوره، يعني تضربي عدد القطع في سعر البيع هيطلع لك قيمه الفاتوره وتاريخ البيع. ده اي تقرير يعني بيطلع لما في بيع كتير. يعني انت مثلا لو انت شغاله مثلا في محل ملابس وشغاله مثلا بتبيع هدوم كتير، ده شكل التقرير اللي هيطلع، اللي هو يقول لك مثلا ايه الفاتوره رقمها كذا، البياع ده رقمه ايه. ما ينفعش بقى اسامي البياعين، حتى تلاقي كل بياع ليه اي دي يعني، عشان الاسامي بتبقى متشابهه. البياع هو ايه، وباع منتج واحد ومنتج اربعه، دي اللي هي زي التيشيرتات مثلا، تيشيرت كام، تيشيرت واحد وتيشيرت اتنين وكده، ومن مخزن ايه، باعه من انهي مخزن، وسعر بيع المنتج ده قد ايه، يعني مثلا 100 جنيه اهو او 105، والقطع قد ايه، اربعه، وهو باع اربعه في 105 420 جنيه، وتاريخ البيع اهو. حد فاهم حاجه؟ تمام. تمام. دلوقتي لو انا عايز الخص شويه داتا، يعني مثلا اصل انا مثلا لما مديري مثلا او عايز مثلا تلخيص الداتا، يعني مثلا يقول لي مثلا ايه، انا عايز اعرف مخزن اتنين ده بعنا منه كام قطعه. فاهمين قصدي ايه؟ مخزن اتنين اهو، وده عدد القطع. فلو انت جيتي مثلا تحسبيها له، مثلا هنيجي نعملها كده مثلا اهو، هنيجي نعمل داتا فلتر، ثواني اهو، داتا فلتر اهو، فلتر ده اهو مخزن مثلا، ونفلتر على مخزن اتنين، ونيجي نمشي على عدد القطع. هنا هنقول له احنا بعنا حوالي 747 قطعة، بس الكلام ده شكله مش صح. بيبقى المدير بيبقى عايز حاجة سريعة، بيبقى عايز حاجة زي ملخص يومي. فاهمين قصدي ايه ولا لا؟ يعني عايز يعمل ملخص. فالملخص ده ازاي تشرحه له بطريقة مبسطة وسهلة؟ تيجي هنا دور حاجة اسمها الجداول المحورية او الجدول المحوري، اللي هو البيفت تيبل. لما تيجي تقفي هنا في اي حتة في الجدول، جوه الجدول ده، وتيجي تجيبي انسرت، في حاجة اسمها بيفت تيبل. بيفت تيبل اهو، سامعني كده كويس؟ تمام. هيجي في ال... يعني هيجي بقى فكرة حاجة اسمها البيفت تيبل. البيفت تيبل دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي بتلخص الداتا. يعني بص، شكل الداتا كبير، بقول لك 500 سطر، فطبيعي انك 500 الداتا 500 سطر كتير، يعني كتير كتير اكتر من 500 كمان. فيجي بقى هنا البيفت تيبل. البيفت تيبل بقى نيجي نعمله ازاي؟ نيجي هنا بيفت، نيجي هنا ندوس انسرت بيفت، يقول لي انت عايز الحاجه دي في انسرت في نيو ورك شيت ولا في اكزيستنج ورك شيت؟ اقول له لا، في نيو، انا عايزه فاضي خالص، او نخليه هنا مثلا existing، نخليها هنا كده، نطلع فوق كده هنا، نخليها هنا اهو. تيجي نعلو كده شوية، ونصغر دي كده شوية. هنا لو تلاحظوا، لو جيت وقفت هنا، بيقول لي ايه، في رقم الفاتورة، قيمة الفاتورة، عدد القطع. انا كل انا عايزه مثلا ايه، مخزن القطع، مخزن المخزن ده، في المخزن اهو، وعدد القطع اهي. انت كده سامعني كويس؟ الصوت كان بيقطع، مش عارفة دلوقتي كده الكلام ايه. كده كده واضح شويه ولا لسه برضه بيقطع؟ لسه بيقطع. ايوه لا، يعني بيقطع بيقطع. أيوة. كده لحد الان بيقطع ولا لسه؟ الو، ايوه لسه بيقطع. وانا حاليا مش سامع حضرتك اصلا. اصل انا للاسف يعني انا فاتح الواي فاي يعني، فمش عارف. طب يعني مش عارف. كده سامعني لسه ولا لسه الصوت بيقطع ولا ايه؟ الو،
هو الصوت في رنة يا أستاذ محمد، يعني الصوت مش مظبوط. الصوت في رنة بس كده. أنا فاهمك أنا فاهمك، بس يعني ممكن حضرتك اتفضلي اتفضلي قولي. تاني أنا هو أنا بتحرك أهو كده أهو، أنتوا كده شايفيني الحركة إيه؟ يعني فوت شوية عن الأول. طب تمام تمام زي الفل أوي ماشي أهو. أنا دلوقتي أهو، أنتوا كده شايفين كده، أنا كده هبتدي أتكلم أهو دلوقتي، أنتوا كده شايفين، أعيد من الأول طبعا أهو. شايفين كده ولا لسه؟ تمام. بصي يجي هنا الانسرت الجدول المحوري، اللي انت تيجي هنا انسرت وانسرت بيفت تيبل، ونيجي ننقله هنا مثلا، ننقله في الحته دي كده في الجزء ده مثلا، تمام؟ ونيجي نقول مثلا ايه، احنا عايزين يعني مثلا مديري جاي مثلا بيقول لي ايه، انا عايز اعرف المخزن اتنين او المخازن باعت كام قطعه. فاهمين سامعين اللي انا بقوله؟ سامعين حضرتك. يعني مثلا يقول لي مخزن اتنين بيبيع كام قطعه، فمخزن اتنين هنشد المخزن هنا نخليه في المنتج، مخزن المنتج في الرو، الرو يعني صف، يعني واحد اتنين تلاته اربعه اللي هي دي اسمها صفوف، تمام؟ ونجيب عدد القطع نحطها في الفاليو، فبيقول لي ان مخزن واحد باع 855 قطعه، مخزن اتنين باع 747 قطعه. هل الكلام كده واضح بالنسبه لكم؟ ابراهيم انت معانا؟ انا معاك. سامعني سامعني كده كويس؟ انا سامعك ماشي. انتوا كده سامعيني يا جماعه؟ ماشي. أوكي. فممكن مثلا نزود مثلا موضوع اكبر، يعني مثلا نقول مثلا طب انا عايز اعرف كم بياع باع من انهي مخزن، فنروح مثلا شادين البايع، يعني رقم البياع اهو نحطه هنا، بحيث ان تعالوا ونظبطها بقى، بتتظبط كده ديزاين في ديم وفي شو ان تابولر فورم، وبعد كده نعمل ريبيت ونشيل السب توتالز اهو اهو مخرج اهو، ونرجع دي كده لفوق تاني. ايه اللي حصل هنا؟ بيقول لي ان البياع رقم واحد باع من المخزن رقم واحد 312، البياع رقم واحد باع من المخزن رقم اتنين 277 قطعه. فاهمين قصدي ولا لا؟ هل الكلام كده واضح شوية؟ ألو، هو الإنترنت قاطع ولا أنتم مستمعيني؟ إحنا سامعين سامعين. طب يا جماعة حد بس يتابع بس معايا، يعني أنا مش ما أنا مش فاهم، ما أنا ساعات الإنترنت كان قطع من شوية. المهم يعني عشان يعني ألخص الموضوع بسرعة، إن الموضوع بيبقى عبارة عن إن الداتا دي كبيرة قوي، فإحنا بنبقى عايزين نلخصها. هو ده بيجي جدول البيفت تيبل. البيفت تيبل أهو لو تلاحظوا، بصوا مربع صغير جدا اهو، جاب لكم كل حاجه. احنا بعنا كام قطعه؟ بعنا 3416 قطعه من انهي مخازن. دي بقى تفصيله المخازن، يعني مثلا مخزن واحد ده، قصدي رقم البياع رقم واحد باع من المخزن رقم واحد 312 قطعه، البياع رقم اتنين باع من المخزن واحد 296 قطعه، وهكذا. فاهمين قصدي؟ طب لو احنا عايزين نعرف البياع بس باع كام قطعه في الاخر، هنشيل المخزن ده كده، هنشيل المخزن من هنا، هيقول لك ان البياع رقم واحد باع 1178 قطعه. طب لو انا عايز اعرف قيمه الفلوس كمان، يعني انا عايز اعرف عدد القطع وقيمه الفواتير، هنروح جايبين قيمه الفاتوره كده ونحطها هنا. يعني البياع اهو هنخليها دي كده نمبر فورمات، ونخليها لا سيبريت كوما اهي، اللي هو ايه، البياع رقم واحد باع 1178 قطعه ب 153,000 جنيه. فاهمين قصدي؟ البياع رقم 2 باع 106 باع 1121 قطعه ب 146,000 جنيه. هل الكلام كده واضح؟ يعني هل الكلام يعني هل البيفت تيبل ده بيلخص شويه حاجات زي ما انتم شايفين، ولا الموضوع محتاج تفصيل اكتر؟ لا تمام واضح. طب تمام، حد عنده اي فكره ثانيه ان انا ممكن اطلع بيه تلخيص بيانات ثاني؟ فاهمين قصدي ولا لا؟ طبعا، هو الفكره في البيبل تيبل ان انا عايز ايه واعمله بالظبط. خلاص انا وصلت لفكره التلخيص، واشوف بقى المطلوب فيه. يعني الحكايه عايزه ان انا اعرف برقم البائع، خلاص انا برقم البائع بجيب عدد القطع وبالتالي فلوسها وهكذا. لا انا عايز من المخازن، طب خلاص هختار المخازن، تمام.
عايز بصنف معين موجود او ماشي بالاصناف، اطلع منتج، اطلع المنتج، يعني انا اشوف انا عايز ايه. هي الفكره ان طبعا عرفنا طريقه التلخيص تمام، الفكره بقى المطلوب ايه، حسب المطلوب انا بقدر اختار، يعني سواء ان انا عايز الداتا دي حتى تطلع في شكل رو اللي هي الصفوف، او في شكل كولمز اللي هي الاعمده يعني. بالظبط بالظبط، يعني برضو رقم البيع ده ممكن يجي كولم، يعني ممكن لو حضرتك برضو توضح ان بدل ما انا باخدها في رو لا اخدها في الكول، فهيجي لي البائع كولمز. بصوا يا جماعه وهكذا يعني. بصوا اقول لكم على حاجه من ضمن الحاجات برضو اللي انا بحبها برضو في الحته دي، ان مثلا رقم البياع ممكن يتنقل في الكولوم، بمعنى البيفت تيبل مكون من اربع حاجات، الفلتر دي، الفلتر دي مش بتستخدم قوي، اللي بيستخدم الكولوم والرو والفاليو. الفاليو دي اللي بيجي فيها عدد او الحسابات نفسها، اذا كنت لو انت عايزها كاونت او سم او افريج، سم دي اللي هي الجمع، لو انت عايزه تجمع عدد القطع زي ما احنا شايفينه، او عايزين نعد او عايزين نجيب قيمه الفاتوره اللي هي مثلا نعمل فاليو دي كده ندوس عليها كده وفاليو فيلد سيتنجز ونخليها كاونت اللي هي تبقى عدد او قيمه الفواتير هتبقى 176 قيمه فاتوره وهكذا. دي بتحصل فيها العمليات الحسابيه الفاليو. اما الرو اللي هي الرو اللي هي دي اسمها رو، ده اسمه صف 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 تمام، فرقم البياع محطوط في الصف، والكولوم اللي هي عدد القطع. فاحنا بقى عايزين نعدل كل ده، هنعملها ازاي؟ هنخلي رقم البياع في الكولوم. بص رقم البياع بقى فوق اهو، بقى ده كولوم، ده اسمه عمود اهو تمام، ونخلي المخزن هنا في الرو، فبقت المخازن اهي، ونخلي نجيب عدد القطع اهي لو تلاحظوا اهي. فاهمين قصدي ايه؟ فاهمين اللي انا بقوله ولا كله قاعد ساكت سايلنت؟ بصوا يا جماعه دي كده رقم البياع، باع 312 قطعه من مخزن رقم 1، باع 277 قطعه من مخزن رقم 2 وهكذا. فاهمين اللي انا بقوله؟ الو حد معايا؟ اه مفهوم مفهوم تمام. وبرضه فانت بتشوف شكل الريبورت اللي انت محتاجه وبتصممه تمام. بالظبط يعني. جدا بالظبط جدا. ممكن بقى نزود بقى حاجه تانية، مثلا هقول لك على حاجه صح يا ابراهيم، هل تعرف تعمل معادله حسابيه جوه البيف تيبل؟ لا انا شفتها الايام اللي فاتت برضه بس ما عملتهاش. انا كنت دايما باخد البيف تيبل عشان اشتغل عليه معادلات، باخده كوبي بيست فاليو واشتغل عليه معادلات. كويس جدا كويس جدا. بص بقى مخزن المنتج لو جبنا رقم البياع وحطيناه هنا، ده جاب لنا قيمه الفاتوره وحطلنا كمان هنا اسمها عدد القطع، مثلا نحط عدد القطع وقيمه الفاتوره ونحط المخزن، مثلا نحط المخزن هنا، لا المخزن ده هتبقى شكلها مش حلو فنخلي المخزن هنا كده. اه بالظبط، مخزن واحد باع منه قد ايه البياع وهكذا، او ممكن نعكسها، دي هتبقى مش تفرق دي او دي مش تفرق يعني. المهم فاحنا لو وليكن احنا عايزين نعمل عمولة للفاتورة، يعني الفاتورة لما تزيد عن 5000 جنيه نحط 10 جنيه مثلا على الفاتورة. فاهم قصدي يا ابراهيم؟ سامعيني ولا سامعيني؟ حد سامعيني ولا لا؟ ولا انا معاك بتابع يعني. بص يعني دلوقتي الفاتورة هي مثلا، يعني الافرج بتاع الفواتير هنا كام؟ افريج الفواتير حوالي يعني لو احنا خليناها الفاتوره اللي فوق ال 500 جنيه تاخد 20 جنيه. فنيجي نعمل ايه؟ في حاجه هنا يا جماعه ثواني بس نعمل دي هايت فلوتنج دي. في حاجه هنا في الفواتير هنا اسمها فيلد. لو انت جيت وقفت هنا كده يا جماعه في اي حته في البيفت تيبل، في حاجه اسمها هنا فيلد. فيلد يعني اللي انت تقدر تعمل معادلات وكده. في حاجه اسمها كالكوليتد ايتمز. كالكوليتد ايتمز دي اللي هي ايه؟ ممكن نخلي مخزن واحد ومخزن اتنين نخليهم في منطقة واحدة. يعني مثلا لو احنا مثلا خلينا وليكن منطقة ب مثلا، منطقة واحد مثلا، فنخلي هنا ايه؟ نخلي هنا المخزن رقم واحد، المخزن رقم واحد هنا زائد المخزن رقم اتنين وندوس اد. ظهر هنا، هتلاقي في هنا اوكي، هتلاقوا في حاجه اسمها هنا منطقه، ظهرت حاجه اسمها منطقه واحد. خدت بالك يا ابراهيم من الحته دي؟ الو ده صم جزء
يعني كده. اللي انا ضفت، اللي انا ضفت يعني، بص لما تيجي تبص على المخزن رقم واحد والمخزن رقم اتنين هتلاقيهم بكام؟ ب 76 311 او 76 311، تمام. ولو عملنا هنا تاني، لو عملنا هنا calculated items وعملنا هنا منطقة اتنين، منطقة اتنين وخليناها المخزن رقم تلاتة اهو، نحطها في الفورميلا، مخزن رقم تلاتة ندوس عليها مرتين زائد مخزن رقم اربعة وندوس اد اهي، هتلاقي اضافت مخزن رقم واحد ومخزن رقم اتنين. ونيجي هنا يا جماعة نروح شايلين المخازن دي خالص ونخليها منطقة واحد ومنطقة اتنين اهي، فاهم قصدي ولا لا؟ لو تلاحظوا يا جماعة، لو تلاحظوا منطقة واحد ومنطقة اتنين دي مش موجودة هنا، حد فاهم اللي انا عملته ولا لا؟ يعني منطقة واحد ومنطقة اتنين مش موجودين هنا، مش موجودين في اسم المخزن، دي حاجة انا عاملها. تخيلوا كده يا جماعة، لو انا عايز اضيف لو انا عايز اضيف مخزن المنتج ده، ده في من واحد لحد اربعة، فانا اكيد مش هقعد اعمل منطقة واحد ومنطقة اتنين واقعد اعدلهم هنا عشان بعد كده اتسمع في البيفت تيبل، لا انا عايز اتسمع في البيفت تيبل على طول. فاهمين قصدي ايه؟ فاهمين قصدي ايه؟ الو، بالظبط. انا هي دي الفكره، ان انا مش عايز اعمل حاجه، مش عايز يعني انا بعمل حاجه جوه البيفت تيبل مش لازم ان هي تسمى في الداتا نفسها، انا ممكن اعملها جوه البيفت تيبل فقط. فاهمين قصدي ايه؟ فنرجع بقى اللي احنا عملناه كده، او منطقة واحد ومنطقة اتنين، ونعدلها بقى كده، هتلاقيها في الهايد، في ال... نعمل قصدي هايد، هايد قصدي مش هايد نيمز، شو نيمز، هايد فلوتنج دي. نيجي هنا ونيجي عند فيلد كالكوليتد ايتمز ونروح دي شايلينها، عايزين نشيل دي منطقة واحد اهي، منطقة واحد احنا عايزين نعمل insert، لا مش insert، نخليها هنا كده في المخزن ونرجعها تاني كده، منطقة واحد ومنطقة اتنين. طب دلوقتي يا جماعة، طب لو انا عايز اعدل حاجة يا ابراهيم، اضيف مثلا عمولة زي ما انا قلت لك، هنيجي برضو هنا وهنيجي عند field ونعمل هنا calculated field، وهنيجي هنا نكتب مثلا العمولة. فاكرين يا جماعة قاعدة if اللي احنا كنا عاملينها، اللي احنا كنا بنتكلم فيها الاسبوع اللي فات؟ حسب انت المعادله بتاعتك هتكون ايه يعني؟ لا لا، هي المعادله هتبقى بسيطه جدا، هنيجي هنا عند قيمه نيجي هنا اف، بيقول لك ساوي اف اف، وافتح قوس واقول له لو قيمه الفاتوره، ما احنا عايزين قيمه الفاتوره اللي اكبر من 500 جنيه، لو قيمه الفاتوره اكبر من 500 جنيه، اكبر من او يساوي اكبر من ماشي، اكبر من 500 جنيه، اذا قيمة الفاتورة في نديها مثلا وليكن 20 جنيه مثلا. طب لو لأ يبقى خليها لي زيرو، ونقفل القوس وندوس اوكي، هتلاقي هنا ظهرت العمولة بتاعته. طب ده قيمة الفاتورة بتاعته زايدة قوي، 866,000 جنيه. طب ده ليه؟ تعال نبص على قيمة الفاتورة. أصل أنت ضارب انت ضارب قيمه الفاتوره في 20، ولا عايز تاخد الفاتوره اللي هتزيد عن 520 واحده بس؟ ايوه بالظبط، اي فاتوره زايده عن 500 ب 20 جنيه، فانا عايزين نتاكد. طب تعالى نتاكد مثلا في واحد مثلا هنا اللي هو مثلا محمد هنا، بس انت في المعادله ضربت، ايوه ضربت، فضربت القيمه في 20، المفروض ياخد 20 بس. ايوه صح، انا ضربت فعلا القيمه في 20، فنيجي نعمل 20 واحده، 20 واحده للفاتوره اللي اعلى من 500، فدي كتيره فعلا، فدي كتيره، فنيجي نعمل هنا كالكوليتد فيلد، ونيجي نعمل هنا موديفايد كالكوليتد اهي، اهي كالكوليتد فيلد، في هنا قيمه الفاتوره او العموله، العموله اهي، ونخلي دي القيمة بتاعتها مش 20، احنا عايزين نخليها لو قيمة الفاتورة، ثواني نمسحها كده، لو قيمة الفاتورة، لو قيمة الفاتورة عنده 500 اخد 20 كوما 20، ما كانش كوما 0 اكبر من، ايوه بالظبط 500، يبقى اذا
20 جنيه. طب لو لا يبقى اذا زيرو، ونقفل كده القوس وندوس موديفاي 20 تجيلي 20 بالظبط كده. لا بس دي برضو مش مظبوطه، ما كانش يبقى زيرو. بس دي برضو مش مظبوطه، لان في هل كل الفواتير مش اقل من ايه؟ مفيش غير واحده بس 20 جنيه بس. اي واحده اهي في 600 وفي لا. طب تعالى نبص على المخزن رقم 2 مثلا. وصلت الاتصال شويه اهو كده. سامعني كده؟ كده سامع كويس؟ كده كويس كويس جدا. هنيجي بقى هنا ونروح عاملين هنا المعادله، نيجي هنا برضو في البيفت تيبل، ونيجي نعدل الحته دي كالكوليتد فيلد، ونختار حته العموله هنا هيطلع لك القيمه دي. تمام كده يا جماعه؟ هي الفكره كلها ان انت تعرف تعدل حاجات جوه البيفت تيبل بدون ما تعدلها في الشيت نفسه. فاهمين قصدي ايه؟ بس كده. طب تعالوا مثلا عايزين، وليكن هقول لكم على حاجه، عايزين بص كده يا ابراهيم الحته دي هتعجبك اهو. عايز اخلي كل القيم الفواتير اللي ما بين من 100 ل 500 تبقى في فاتوره واحده. فاهم قصدي؟ يعني تبقى في كولوم واحد. هنعملها ازاي؟ هوريك دلوقتي اللي انا بتكلم فيه. قيمه الفاتوره اهي، قيم الفاتوره بص تلاقيها، بص كل دولت. فهمت قصدي ايه؟ لا انا عايز اقسمهم معايا. اقسمهم ازاي؟ اروح دايس كليك يمين، في حاجه اسمها جروب اهي. بس الجروب دي مش تيجي تسمع هنا، لا انا عايز اخليها هنا كده. ثانيه اهو، ثواني، ونخلي رقم قصدي تاريخ البيع، قصدي خليها تاريخ البيع لو خلينا في الجروب. دكتور كان فيلد جروب يو كان كالكوليتد ايتمز. ايوه طبعا انا مش عايز كالكوليتد ايتم. طب تعالى نشيل دي كده، ونيجي نعمل انسرت بيفت تيبل واكزيستنج، ونطلع هنا نخليهم هنا فوق هنا خلاص اهي، ونعمل عند رقم او تاريخ البيع اهو، ونعمل هنا جروب اهو بالظبط. الجروب ده بقى بيعمل ايه؟ او ممكن نخليها مثلا نخليها بقيمه الفاتوره اهو. تمام، قيمه الفاتوره احنا عايزين ما بين كل 100 لحد 500 تبقى من 100 ل 500 اهو. جروب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك اول حاجه، اول فاتوره رقمها 105، يعني قيمتها 105. فاهم قصدي ايه يا ابراهيم؟ تمام. القيمه تبدا هنا من 105، واخر فاتوره هنا التوتال بتاعها في 145. فانا عايز كل 400 او كل 500 فاتوره تبقى لوحدها. بص بقى اللي هيحصل، لو تلاحظ من 105 ل 600 دي بقت ايه؟ قيم الفواتير. فاهم قصدي ايه؟ فاهم دي الحته دي ولا لا؟ فاهم. دي القيم، قيمة في فواتير بتبدا من 105 جنيه ايوه لغايه 604 جنيه بالظبط. اللي من 605 جت في سطر تاني بالظبط. هنجيب بعد كده العدد بقى، لو انت عايز العدد بالظبط جنبه في كولم تاني عدد القطع بتاعتهم اهي. فبيقول لك الفواتير اللي ما بين 500 جنيه او من 100 ل 600 جنيه هم عملوا 600 قطعه. من 100 ل 600، لا من 100 من 100 ل 604 ايوه، من 100 ل 604 عملت 600 قطعه بالظبط. من 605 الفلوس بتاعتها، من 605 ل 1100 عملت 1400 قطعه. طب نخليها مش قيمه الفواتير عشان دي ممكن ما تبقاش واضحه قوي. طب تعالى نخليها بتاريخ البيع. تعالى تاريخ البيع اهو، وتعالى نعمله جروب. جروب يعني اللي احنا نجمعه مع بعض، ونخليه مانسز او مانسز، نخليها مانسز. بص يا بص شكله الجروب شكله 1 ديسمبر 2 ديسمبر 3 ديسمبر، لا انا عايزها شهر. هنيجي هنا كليك يمين جروب بالشهر، هو ديسمبر بس. طب نخليها كل كوارتر. بص بقى ركز في الحته دي، مش كل كوارتر، نخليها بالدايز، لا مش دايز، هي تبقى ايه؟ نمبر اوف دايز، نخليها كل 7 ايام اهو، من يوم 1/12 لحد يوم 7/12 دي حته، من يوم 8/12 لحد يوم 11/12 دي حاجه. طب كنت تعرف دي يا ابراهيم؟ لا بصراحه دي جديده هي عليك. ما انا عارف ان انت في حاجات انت عارفها، بس دي جديده شويه. بص يا معلم، انا قلت لك في البدايه انا بعرف بيفوت تيبل، بس داخل عشان اعرف الجديد، فدي حاجات كلها جديده بالنسبه لي بصراحه. دي حاجه كويسه. بصوا يا جماعه، لو انتوا سامعيني اللي انا بعدل فيه ايه؟ ده جروبات. ده جروب اللي هو ايه؟ اكيد يعني اكيد انا مش هقعد ابعت مثلا لمديري الشكل ده، لحظه، مش هبعت لمديري او اي مدير مثلا بيجي يطلب منك اي شغل
اكيد انت مش هتقعد تبعت له لو انتوا سامعيني، انتوا سامعيني حد اي ابراهيم غير ابراهيم يرد عليا؟ سامعيني اي حد معانا ولا كله مش معانا؟ طب تمام. بصوا يعني اللي معانا بس يا ريت يرد. اللي انا بس قصدي عليه ايه، ان انت مش تبعت لمديرك الشكل ده، انت هتبقى عايز تلخص كل حاجه في على قد ما تقدر، لان المديرين بيبقوا خلقهم ضيق وبيبقوا عايزين المعلومه بسرعه لان الوقت بيبقى ضيق. فكل اللي انت بتعمله اللي انت بتوضح له الحاجات دي، فانت لما تيجي مثلا تشرح له تقول له ده اليوم ده كذا، لا انت تقلمها كاسابيع، بحيث انت بتعملها ايه، تكليك يمين جروب وتعمل اللي هي الدايز، وكل يوم وكل 7 ايام يحسب لك يوم، من يوم 1 ليوم 7 من يوم 8 ليوم 14 وهكذا لحد اخر الشهر. دي بتبقى حاجه كويسه على فكره. طب تعالوا مثلا نعدل في حاجه تانية في الاكسل، في البيفت تيبل. بصوا يا جماعه دلوقتي انا عايز اعمل بيفت تيبل ان تبقى القيم اعلى قيمه في الاول، اعلى قيمه وبعد كده نازله لاقل قيمه. هنيجي نعمل نقف هنا في اي حته في الجدول وندوس انسرت وندوس بيفت تيبل، بيقول لك انت عايزها في نيو ورك شيت ولا في اكزيستنج، لا انا عايزها في اكزيستنج ورك شيت، وندوس هنا كده وندوس اوكي، ونجيب اسم البائع او رقم البائع اهو، ونجيب مخزن المنتج اهو، ونجيب سعر البيع اهو، ونجيب عدد القطع اهو. خليها قبل القطع دي، الشكل ده مش حلو يعني. سامعني يا بنت؟ الصوت ده عندك انت؟ تمام. الشكل بقى اللي يحصل ايه بقى يا جماعه عشان تعدلوها، عشان تعدلوا شكل البيفت تيبل ده، كل اللي عليكم انكم هاي فلوتنج تيم اوت، كل عليكم انكم تيجوا هنا وتيجوا عند كلمه ديزاين، وتيجوا هنا عند ريبورت، وفي شاب شو ان تابولار فورم اهي، وبعد كده تروحوا دايسين ريبيت اول ايتم ليبل اهو، هتلاقي الليبل ده كله نزل، وبعد كده تروحوا دايسين دونت شو سب توتلز. بس كده، ده الشكل الافضل الى حد ما لعينك، بحيث ان انت بقى تقرا الارقام ازاي بقى. بص بقى دلوقتي انا عايز دي 6000 دي 5000، بص لو تلاحظوا 5000 و6000 6000، لا انا عايز اعلى قيمه. هنروح كده دايسين كليك يمين هنا سورت لارجست تو سمولست، لارجست تو سمولست اللي هو ايه، اعلى قيمه في رقم البياع او 6000، اعلى قيمه عند رقم البياع رقم 2 هو ده 6500، اعلى قيمه عند رقم بياع رقم 3 8000. فاهم كده يا ابراهيم الحته دي؟ انا فاهم، فهمت دي الحته دي. طب كام كويس جدا يا جماعه. وفي بقى اللي هو ده البيفت تيبل كله، في بقى شويه تفاصيل هتعجبك قوي. انت عارف ابراهيم في حاجه كده عملتها اكتشفتها في البيفت تيبل هتعجبك قوي. بص وليكن شايف المنظر ده كده ابراهيم، المنظر ده انا مش بهزر، الحركه اللي انا عاملها دي هتعجبك جدا. الحركه دي انا وريتها قبل كده لحد عجبته جدا اساسا. بص كده ابراهيم شايف الحته دي كلها، ده شيت اكسل تمام. سامعني؟ انا معاك سامع. بص كنا عايزين نعمل كل وكيل يبقى في تاب لوحده، فاهم قصدي؟ كل وكيل ماشي. يعني الاهرام يبقى في تاب، انت هتعملها ازاي؟ قول لي كده هتعملها ازاي. اعمل انسرت، انسرت بيفت تيبل. طبعا انا بدايتي لما باجي اعمل بيفت تيبل يعني ما بقفش على خليه واحده، بعمل سيلكت للشيت اللي بيتا كله. انت لو وقفت على اي خليه في جوه الجدول وعملت انسرت. دي برده كانت معلومه جديده. انا كنت بختار كل المساحه بتاعت الجدول. لا تعمل واحده تمام. عملت بيفت ماشي. بعد كده تروح دايس اوكي، اخده في نيويورك شيت مثلا. تمام حلو. احنا عايزين بايه؟ بالوكيل. الوكيل اهو. بس يعني انت عايز لكل وكيل شيت لوحده. ايوه هي دي اللي انا كنت عايز اعمله، هو ده. لكل وكيل شيت لوحده. فانت احنا دلوقتي عندنا كام وكيل؟ احنا دلوقتي عندنا حوالي 13 وكيل. هتعمل 13 تاب قصدي. لا صح، اكيد في حاجه. اكيد طبعا. بص يا معلم، هي الفكره كلها في ايه، انك تيجي هنا وندوس انسرت وندوس بيفت تيبل ونختار الوكيل، ونختار بقى الحاجه اللي تخصه. يعني الوكيل اهو، ونختار مثلا هو الوكيل ده احنا عايزين نظبطها ايه، مثلا الوجهه. الوجهه بتاعته فين؟ الوجهه بتاعته اهي، الوجهه بتاعته الجزائر والبحرين وما اعرفش فين. والكميه بتاعته نحطها مثلا هنا، ثواني نمسح دي كده. الكميه بتاعته نحطها هنا كده، دي الكميه في كل وكيل.
وتاريخ الشحن، لا تاريخ الشحن، لا تكاليف الشحن برضو حطها هنا، وتكاليف البضاعة، والتكلفة المتبقية. خلاص كده تمام. كل بقى اللي هتعمله، تمام. سامعني كده يا ابراهيم، كل اللي هتعمله بقى في اللقطة دي تروح شادد انا الفلتر سامع. من هنا لهنا، الفلتر ده. فبقى كده عندك اول وكيل هو مين؟ الوكيل فوق اهو، وتروح في حاجه هنا في الـ في الـ في الـ في البيفت تيبل، في حاجه اسمها هنا اوبشن، اوبشن لا مش اوبشن، اوبشن جنب الاوبشن دي كده، في حاجه اسمها شو ريبورت فلتر بيجز، ونروح دايسين عليها. بص بمجرد ما ندوس اوكي ايه اللي هيحصل؟ ركز تحت كده، ركز على التبات دي هنا هنا كده خلاص، او ما ندوس اوكي هيفتح 13 شيت اول. بالظبط. بص الاهرام التجاريه بقى عندها الكميه كذا، ما اعرفش ايه كذا 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 كذا، الشام للتجاره كذا 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 كذا، سوريا، العلوان رايحه الكويت، القيروان ما اعرفش تونس، فاهم قصدي؟ دي ميزه عرفتها في واضح. الاكسل، في البيفت تيبل، اختراع، اختراع بمعنى اختراع. طب دي كانت ايه بقى فائدتها؟ ان كانوا عايزين يبعتوا بعض البيانات لكل مدير لوحده، فاهم قصدي؟ على حدة بالظبط، ما حد طبعا ما فيش الاسوسيتي مديرين الداتا. ما تتبعتش التوتال، يتبعت كل مدير على حدة، هي دي اللي كانت افضل حاجة. فهمتني؟ تمام. ماشي كده، تعالى بقى بس نعمل احنا يعني هيحصل شغل تاني على الشيت ده. يعني انا دلوقتي بعد ما عملتهم ال 13 شيت دول مثلا، هضطر ان انا هبعت كل شيت للي هو عايزه، بس في فلتر فوق لو الشخص بيعرف اكسل وفتح الفلتر هيجيب داتا الناس التانية. جدع. طب تعالى يعني نعملها لو تاني. انت عملت باك. ثواني ثواني، لا لا لا، انا مسحت الشيت خالص. لو انا جيت هنعمل ايه؟ ماشي بصوا يا جماعه، هنعمل انسرت بيفت تيبل، اوكي، لا لا ثانيه، انسرت بيفت تيبل، الوكيل الوكيل تمام، والداتا اللي انت عايزها ايا تكاليف كانت الشحن، تكلفة تمام. البضاعة، التكلفة النهائية، معرفش الواجهة فين، وهكذا. تمام، ركز بقى في تمام اللقطة اللي هنعملها. حلو، الوكيل اهو، وهنعملها هنا كده ديزاين. حطيته فلتر. تمام تمام زي الفل. حلو. تمام، بص بقى ركز في اللي انا هعمله بقى. هنروح بقى داي الشيفت، ركز في اللي انا بقول، داي الشيفت شيفت، واجي هنا للاخر خالص. بص حتى تلاقي ال رياض بيبيض. كويس الشتات اوي كويس اوي. واروح دايس كليك يمين هنا كوبي، واروح دايس هنا، هي بس عطلت بس فاليو بس كده كده، استحالة يعرفوا يجمعوا مع بعض اهو. كلام بقى جميل. طبعا بس مش كده هيعرفوا اي داتا ان بقت بيست فاليو، بس انا كان بتقابلني حاجه هنا ان الشكل بتاع الريبورت راح، اللي هو شكل الجدول بتاع البيفوت بيبقى عمرها شيء سهل على فكرة، انت ممكن تعدلها واضح تاني. بالهيدرز لا 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 لا، بتاعته. ممكن تعملها تاني اهو، تعمل اهو كده، تعمل برضه على بيفت تيبل اهو، على تعمل شيفت قصدي، واخد وتروح عامل دي كده، وتروح عامل دي كده، وتخلي كلهم مع ده بعض بقى. كده، دي كده مرة واحدة، تمام وكومن اهو، كومن اهي، ماشي. وتخلي المنظر ده كده، تخليه في النص كده، وتخلي ده كده اهي اصفر، وتخليه كوبي، وتخلي الوكيل دياز اهو. وممكن تعمل هنا، هل في هنا ريبليس؟ كويس قوي. وسام اوف او توتال سام اوف اهي، شايف كلمة توتال سام اوف دي؟ نروح واخدينها كده كوبي، ونروح واخدينها كوبي، ونيجي هنا نعمل ريبليس، ونخلي دي كده، نخليها سبيس اهي جوه الورك شيت، كل الورك شيت اهو، ونريبليس كل، وناخد كلمة سام اوف دي. بس كده كده جميل قوي. ونيجي هنا عند الوكيل دياز، ونخليه مثلا انا كده اتقطعت اهو، انت كده شايف كده؟ الو، انت كده سامعني كده يا جماعه؟ مستر محمد ده انا بس مستني الصوت، انت كده سامعني؟ مش عارف يعني انت بسمع كده مين سامعني؟ انت ولا كده سامعني؟ انت كده سامعني؟ معلش انا اسف. انا كده سمعت. سمعت. بص فلسه في هنا الشيت هنا لسه معمول كله شيفت، فلسه دي كلها مبيضه. فنيجي بقى هنا بقى عند الوكيل هنا، ونخليه مثلا وليكن باللون ده كده، ونخليه هنا. فكده تلاقي، بص بقى لما نيجي بقى نشيل بقى كل البتاع دي كده كلها، هتلاقي هنا بص كل الشكل هو هو معايا؟ معاك فكده تبقى افضل بكتير. أكيد طبعا.
بس كده. فكده يبقى كل واحد لوحده وكل واحد ما يعرفش يجمع اللي تحتيه، الا بقى لو هو بقى ادفانسد بقى يعني، اللي هو بقى ايه قاعد فاضي بقى ان هو عمال يتعلم في اكسل عشان يعرف شغل. انت بتبقى عايز كل واحد تبعت له وكيله وخلاص، فاهم قصدي؟ اكيد. بس فدي حاجه هتفيد كتير. آه بس كده اهو، انا بس عايز بس اشرح الاكسل ده تاني عشان بس ايه، اشرح برضه قصدي البيفت تيبل ده تاني عشان بس ايه بقى كده وصلنا للاخر. على فكره بس اشرح الحته دي وخلاص على كده، يعتبر كده البيفت تيبل كله اتحل ومشاكله مفيش مشاكل يعتبر يعني. البيفت تيبل وظيفته يا جماعه لو انتوا سامعيني، وظيفته ان انت بتعمل سمرايز او ان انت بتعمل تلخيص للشغل بتاعك. كل اللي عليك انك تعرض الشغل بتاعك بشكل الطف وبشكل منمق ومنسق افضل بكتير قوي من الداتا الكبيره الملهوجه يعني الداتا البيع دي كلها. فكل عليك انك بتيجي تعمل تدوس انسيرت، تيجي تضيف اي حته في الجدول هنا كده وتروح لاقي كلمه بيفت تيبل، فبيقول لك لو انت عايزه في نيو ورك شيت او في اكزيستنج ورك شيت. فانا بقول له على حسب بقى انت عايز في نيو، هيفتح لك في نيو ورك شيت، لو عايزه في اكزيستنج هتروح دايس هنا اكزيستنج وتروح موقف له مثلا في الحته اللي انت عايز توفي عليها، دوس اوكي كده خلاص هي اتعملت اهي دلوقتي تمام. ونروح ظابطين الحته مثلا زي رقم البياع مثلا اهو، كم فاتوره رقم الفاتوره. لو تلاحظوا هتلاقيه ممكن هو كده هيعدها، لان لو كانت رقم الفاتوره كانت عباره عن 1349 كانت ما تعدتش، كانت اتجمعت. فاهم قصدي في الحته دي يا ابراهيم؟ يعني لو كانت دي ال 1349 دي كانت لوحدها كانت اتجمعت. ونيجي مثلا لسعر البيع او عدد القطع قد ايه، ونيجي لقيمه الفاتوره قد ايه. فكده مثلا يجيب لكم تلخيص معين اللي هو مثلا ايه، البياع ده باع كام فاتوره وعمل كام قطعه وباع بقيمه فلوس قد ايه. بس كده. حد مش فاهم حاجه او حد عايزني اشرح له حاجه او حد مثلا؟ هو طبعا قول لي اتفضل. بخلاف ان البيبل تيبل طبعا تلخيص لداتا بحجم كبير وكلام من ده، هو اسرع وادق. يعني انا اسرع في اني اقدم ريبورتات تمام، يعني بيسرع ويختصر الوقت جدا. ثانيا دقيق، بدل ما انا اخد داتا واقعد اجمعها لوحدي واعمل سام اب، هو من مميزاته برضه ان هو سريع ودقيق. بالظبط، ما انا بقول لك هو ده حلاوته بصراحه، ان انا بعمل من عليه شويه داتا عجباني قوي الصراحه. وبيلخص داتا بطريقه حلوه جدا. بس كده يا جماعه، انا حبيت بس ان انا اوريكم الشكل ده علشان يعني البيفت تيبل لو انتوا عندكم داتا كبير هيعرف يلخص لكم حاجه كتير. تمام كده يا جماعه. هل في حد محتاج اي حاجه؟ هل مثلا محتاجين تسالوا عن اي سؤال؟ انا تحت امركم. اي حاجه تخص الاكسل انا تحت امركم. تمام كده يا شباب، انا كده خلصت، انا كده خلصت الاكسل، خلصت قصدي البيفت تيبل، وان شاء الله ان شاء الله اخر محاضره المحاضره الجايه وخلاص على كده. شكرا جدا ليكم يا جماعه، وما تنسوش انا هنزل لكم ان شاء الله الفيديو وتابعوه. شكرا جدا ليكم، مع السلامه. شكرا، مع السلامه.